يا مساء الفل عليكم، يا مساء الفل على كل بنات حواء. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات بجد، احنا بنكون معاكم وبنكون مبسوطين جدا واحنا مع كل بنات حواء، وعشان برضو ادم ما يزعلش ومع ادم كمان. حلقتنا النهارده مختلفه جدا 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 عشان معانا ضيفه متميزه جدا، وعلشان جمالك يهمنا النهارده جبنا لكم خبيره العنايه بالبشره والشعر. كلنا بنعاني من مشاكل في البشره، اذا كان في الشتاء في الصيف في الربيع في كل فصول السنه، لكن في الشتاء بيبقى بشرتنا فيها شويه مشاكل، فبنحب ان احنا نعتني بيها، واحنا كلنا طبعا بنكسل. بنكسل، ميه ساقعه بقى والدنيا بتبقى ساقعه وما بنعرفش ان احنا نغسل حتى وشنا. عشان النهارده جبنا لكم ضيفتنا المتميزه اللي انا بحبها ولتاني مره معانا، خبيره العنايه بالبشره والشعر. انا بشكرها طبعا اول حاجه على اللوك اللي هي عملته لي في شعري، يا رب يعجبكم انتوا كمان. معانا النهارده رحبوا معايا بالاستاذه ابتسام سامي، خبيره العنايه بالبشره والشعر وعضو الرابطه العامه لمصفف الشعر وصاحبه سولينا بيوتي سنتر. اهلا بحضرتك، اهلا بيك بجد منورانا. والله ينوركم كلكم. شكرا جدا لحضرتك كمان. هو طبعا اللوك معمول من بعد الحلقه اللي حضرتك طلعتي فيها. حضرتك جميله بجد، كل الناس شكروا فعلا في اللون واللوك الجديد والقصه. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي، كلك ذوق. ربنا يخليك. طبعا انا مبسوطه جدا ان احنا يعني موجودين معاكي لتاني مره. انا اسعد والله، انا اسعد بجد. تسلمي. واحنا بنشكرك جدا، عارفين طبعا وقت حضرتك مليان. تسلمي. فطبعا احنا بنشكرك لتاني مره ان انت فعلا اديتينا حتى شويه وقت. شكرا. والنهارده طبعا حلقتنا يا جماعه متميزه جدا، الحلقه كلها بشره عشان كل بنات حواء تبقى مبسوطه، ونجاوب على كل الاسئله اللي انتوا بعتوها لنا. في البدايه بقى، انا في الفيديو اللي احنا شفناه ده شفنا جهاز كده غريب، انا شفته شخصيا في البيتش سنتر. الجهاز ده ايه؟ ده جهاز الناتوياج. ومعانا معانا يا جماعه الجهاز كمان. جهاز الناتوياج ده جبنا الجهاز معانا عشان كلنا نعرف ايه الجهاز ده. احدث جهاز لتنظيف البشره. ده 6 في 1، ده لتنظيف البشره وشد الترهلات والنمش والتجاعيد والحب الشباب والهالات السوداء. إيه؟ ناتوياج. ناتوياج ده اسمه، يعني انا اروح لاي بيوتي سنتر اقول له انا عايزه اعمل جلسه ناتوياج. ناتوياج. تمام. بيعمل ايه بقى في بشرتي؟ تنظيف البشره وبيشد المسام. انا جربت بس نقول للناس برضو. اكيد احنا جربناه. قول خليني كده امور. بيشد المسام و يداري التجاعيد ودرع التجاعيد والحبل الشباب والهالات السوداء وتقشير البشره. 6 في 1 بيعمل كل ده، كل حاجه طبعا، كل ده. ويبقى بشرتي نقيه جدا، نقاء جدا. التلج زي ما حصل معايا لما بيكون في عيوب في البشره بتبقى عايزه محتاجه كذا كذا جلسه شهريا. لما يكون مفيش عيوب في البشره هي جلسه واحده بيغني عن كل ده. يعني انا المفروض يبقى عندي ايه علشان اعمل الجلسات دي؟ لما بيكون في هالات سوداء شديده قوي، ولما اثرها شمس طبعا، ولما يكون في حبوب حب شباب بعمل مثلا بقع ولا حاجه. ده برضو بيحتاج جلسات. ولما يكون في تصبغات جلديه برضو بيحتاج كذا جلسه. لكن لما يكون البشره يعني فيها حاجات بسيطه كده او مسام بسيطه انفتاحه بسيطه، هي دي اللي بتحتاج جلسه واحده. طيب طبعا احنا عايزين نكتسب من خبره حضرتك. البشره مشكله كل بنات حواء، وممكن يكون برضو الادم برضو ليه مشاكل برضو بتواجهه، لكن احنا في ايه العوامل المؤثره على البشره؟ يعني العوامل اللي بتاثر على بشرتنا ازاي؟ بص يا فندم، في عوامل خارجيه وفي داخليه. الداخليه اللي تخص الهرمونات والجينات وعوامل وراثيه. يعني بتتمثل في مثلا بيكون عوامل كمان مرضيه، السكر ليه اثر على البشره. ده بيأثر على البشره؟ التهابات الكلى فيها بتأثر على البشره، دي عوامل ممكن تكون عوامل وراثيه. في عوامل بقى كمان اللي هي الخارجيه. اللي هي بقى ايه؟ اتعرض للشمس كتير. هي الشمس مفيده
بس فترات بسيطه معينه، لكن في ناس تعرض للشمس فتره طويله جدا، دي بتاثر على الشمس على البشره جدا. في تصبغات جلديه بتيجي تاثر بقى، دي اثر بقى ما يكون حد واحده حامل مثلا وجالها زي الكلف ده، تصبغات جلديه دي بتحتاج برضو زي جلسات لبشرتها عشان تتوحد البشره تاني. في يعني الحمل ممكن ده الكلف ده بيروح بعد الحمل؟ بيروح طبعا. بحاجه جلدية. ولا هو بيروح لوحده؟ لا. يعني المفروض ان انا اعالجه؟ في كريمات، في دكاتره، في دكاتره جلديه بتعالج ده. وفي بيروح لوحده يعني، في بيقعد فتره طويله حسب البشره، في بيقعد فتره طويله، وفي بيحتاج تدخل لدكتور جلديه هو اللي بيحاول ان هو يعالج ده، يعالج التصبغات دي. تمام تمام. طيب احنا برضو في بنات كتير قوي ما بتعرفش نوع بشرتها، يعني قولي لنا كده انواع البشره وازاي نعالج كل بشره، وكمان خصوصا ماسك، عشان هتسالوني وهتقولوا لي عايزين ماسك، احنا جايبين النهارده عشان تعمل لنا كل الماسك. كل عارف ان في بشره دهنيه، في بشره جافه، في مختلطه، في عاديه. كل بشره بتتعرف. البشره الدهنيه بتبقى المسام بتاعها مفتوحه قوي، فيها حب شباب كتير ظاهر، فيها بثور، ممكن تلاقي حبوب بيضة وحبوب حمراء، هي دي بتبقى ده اثر برضو البشره الدهنيه. في البشره الجافه، البشره الجافه دي بتبقى مسامها ضيقه خالص بس بتكون خشنه، تحس انها تكون خشنه. في البشرة العادية دي اللي هي ما بين الدهنية وبين الجافة. أعرفها إزاي بقى مدام؟ اللي هي العادية، يعني أنا بشرتي عادية، بتلاقي البشرة أصلا حلوة، يعني البشرة زيوتها حلوة، البشرة فيها نضارة شوية. ممكن بيحصل شوية دهون عند الأنف، نص عند الجبين، عند الدق، زي حرف التي. دي العادية. زي حرف التي. عدا المختلطة بقى أو المركبة. المركبة. يعني في مختلطه وفي العاديه. دي غير دي. في عاديه بتبقى مسامها ضيقه يعني مش باينه اصلا، البشره العاديه بتبقى مسامها مش باينه، بس فيها خطوط بسيطه كده يعني تجاعيد، حاجه بسيطه خالص، دي بتروح بالكريمات على طول. المختلطه او المركبه بقى دي هي اللي بتبقى بين الدهنيه وبين الجافه، بتبقى عند الخدود دي جافه جدا، والدهون بتبقى برده نفس في النص، وبتبقى في تقشير مثلا هنا وكده، بس بتكون برده مسامها ضيقه جدا، بتبقى برده سهله علاجها. اللي بتبقى اصعب هي الدهنيه، اللي بتبقى صعبه جدا فعلا الدهنيه، يعني الدهنيه مشاكلها اكتر في الصيف او في الشتاء. في الشتاء كمان، وفي الشتاء كمان، لان اولا ما فيش غدد بتفرز، وفيش غدد دهنيه بتفرز عشان كويس، في البشره فيها جفاف. وفي عندنا اصعبها بقى ان المسام يعني بتطلع سموم مع دهون، بتلقط بقى العوامل البيئيه زي التراب، زي البخار، زي الاتربه، زي عوادم السيارات، فدي برضو بتاثر على البشره. طب لو احنا مثلا مسكنا البشره الدهنيه، اعتني بيها انا كبنات حوا ازاي؟ بس يا حبيبتي البشره الدهنيه دي لازم طول ما انا قاعده امسح، انا بشرتي دهنيه، طول ما انا قاعده بمسح تتغسل 3 مرات في اليوم بميه، بس ميه مش دافيه، للميه الدافيه بتساعد على توسيع المسام، ميه ساقعه بارده. تمام كده. وتستعمل تونر، بس يكون تونر يحافظ على 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 بشرتها، يكون مش مناسب للبشره الدهنيه. طبعا الموارد معلش يعني اكيد على كل البنات ان هم كل واحده تستخدم تبع بشرتها. انت عارفه حضرتك بقى ممكن استعمال ادوات المكياج اللي ممكن حضرتك الافراط في اداه المكياج وهي بشرتها دهنيه، هي تسد مسامها، حتى لو كانت دهنيه مسام مسح، هي بتسد مسامها وتبوظ بشرتها اكتر. انها من كتر ما كل يوم كل يوم كل يوم ممكن تحط مكياج كل يوم، بس بالليل تنضف بشرتها كويس جدا. دي للبشره الدهنيه خصوصا، لان دي اكتر بشره المسام عندها واسعه، واكتر عرضه بقى للالتهابات والنمش وحب الشباب وزي الحبوب اللي هي اللي عامله بثور بيضاء. ممكن تكون كمان، ممكن يعني بعض الشارع عليهم يعني تربي خراريج، ده البشره الدهنيه. طيب نعتني بالبشره الجافه. البشره الجافه بتتغسل، بتتشطف يعني ميه الصبح وبالليل. تمام. وبتحط كريمات مرطبه بسيطة. دي محتاجة كريمات كتير؟ لا مش كتير، لا كريم مرطب، كريم مرطب. انا بشرتي جافة، انا عايزة اطري. لا مش كتر برضه، ما تحطي كريم على وشك كتير.
انا عايزه طري، اشتغل انا جافه بقى. فلا برضه الاعتدال، المعقول الاعتدال كويس. يعني المفروض ان هي تغسل وشها الصبح ولا 3 مرات؟ لا صبح وليل. صبح وليل. وتحط كريمات الدهنيه. تحط كريمات مرطبه. تمام. والمختلطه والمختلطه بقى دي ممكن تغسلها مره واحده بس في اليوم، وتستعمل بقى مسكات طبيعيه. المختلطه الكركم، البشره المختلطه المركبه جميل. مع العسل حلو جدا جدا. نشوف موضوع الكركم مع العسل ده. ونطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقات. رجعنا لكم بعد الفاصل مع مدام ابتسام سامي، خبيرة العناية بالشعر والبشرة. طبعا احنا اتكلمنا قبل الفاصل على انواع البشرة. دلوقتي احنا هنشتغل على الجهاز اللي مدام ابتسام قالت لنا عليه، النتوياج. اسمه ايه؟ النتوياج. النتوياج ده بينظف البشرة. بيعمل ايه تاني؟ 6 في 1 ده في البشره، ويشيل بثور الرؤوس السوداء، ويشيل التجاعيد، ويشيل الهالات تحت والهالات السوداء تحت العين. طيب احنا والنمش. احنا حبينا يا جماعه نعمل لكم المسكات ونشتغل بالجهاز على الهواء مباشر، علشان كل بنات حواء يشوفوا على الطبيعه الوش بيبقى شكله ايه قبل وبعد. عملنا بقى الخطوات، واحنا بنعمل الخطوات برضو ايه هنكمل اسئلتنا. انا طبعا جهزت إيه؟ دنيا بخار الاول، عشان لازم الاول نعمل جلسه بخار الاول لمده 10 دقائق. ما بقاش بتركز اول الوش على بعد 30 سنتي، علشان خاطر ما بقاش في ضرر على عينيها. تمام. عشان افتح المسام. خلاص دي عملناها، حضرناها قبل كده. تمام. بعد كده بروح حط لها ماسك تنظيف الاول البشره، تونر تنظيف. معانا الموديل اسمك ايه؟ دنيا. دنيا ما شاء الله، معانا موديل اموره جدا ما شاء الله. يعني الجهاز هيحلي اكتر، الله اكبر. يعني المفروض ده ايه؟ تونر. تونر. تمام. طبعا ده يوفق بشرتها، بشرتها دهنيه على فكره. دنيا برضو ده محتاج كل، طبعا خبيره العنايه بالبشره هي بتبقى عارفه البشره نوعها ايه. ايوه طبعا. تمام يا جماعه، خلي بالكم كويس جدا وانتوا رايحين تعملوا جلسة تنظيف البشرة دي بالذات بالجهاز ده، علشان لازم تكونوا واثقين من خبيرة العناية بالبشرة. تمام، لأن هو في حاجات كده أنا عرفتها غريبة. أنا كده بنضف البشرة الأول. اشيل شعرها. بنحط الجيل ده ولا إيه؟ التونر. تمام. كتنظيف الأول للبشرة، علشان أنا المفروض إن أنا طلعت لها الرؤوس السوداء. طبعا ده لازم نعمل ازالة شعر الاول للبشرة. لو محتاج، لو مش محتاج خلاص. تمام. ان في بشرة مش محتاجة ان هي تعملها ازالة. تمام. كده انا عملت تنظيف البشرة. تمام. بعد كده بحط ماسك سكراب. تمام. طبعا حضرتك بتستخدمي حاجات معينة وماركات معينه طبعا لكل بشره. زي ما حضرتك قلتي انواع البشره ايه. تمام. تمام. بنحط بقى كل ماسك قد ايه المفروض ان هي بتسيبه؟ 10 دقائق. 10 دقائق بس. انا عشان محضره البشره وعشان خاطر وقت البرنامج انا طبعا بعمل كده بقى عشان اوريك الجهاز يعني. طيب اللي تحط لك الماسك وتشيله لك على طول ده؟ لا 10 دقائق. وفي ماسك بيقعد تلت ساعه، وفي ماسك بيقعد ربع ساعه. كل ماسك ليه وقت. لوقته طبعا. تمام. طب احنا هنحط الماسك ده. طب في حاجه كده مدام ابتسام، يعني مشكله لكل بنات حواء، الهالات السوداء. الهالات السوداء دي ليها مشاكل كتير. سببها اصلا ايه؟ حاجات كتير يعني. نقول للبنات الاول، اول حاجه الافراط في المكياج. خلاص ادوات المكياج. تمام. دي حاجه. تاني حاجه طبعا الشمس، وفي عوامل وراثيه بتكون
هي اصلا وراثه من الاهل اللي هم عندهم اصلا سواد تحت العين، ده بيحتاج دكتور بس ما بيروحش. بس ها الدكتور بيحاول ان هو يقلله شويه. تمام. في عوامل بقى بيئيه اللي هي كتير بقى. ممكن اكون اتعرضت للشمس درجه عاليه، المفروض انا البس نظاره شمس وكنت طبعا طالعه في الشمس اللي هي في الصيف اللي احنا بنطلع مثلا في الظهر او الشتاء، ان برضه في الشتاء ممكن يكون في الشتاء وفي شمس برضه حارقه وفي شمس. يعني انت متخيل انك بتقعدي في الشمس دافيانه؟ لا، ما هو في العرضه للشمس من الساعه 10 للساعه 2 دي، ودي برضه صعبه يعني ان فيها اشعه فوق بنفسجيه. تمام. فلازم برضه لابسه نظاره شمس. تمام. وبيحطوا شواقي للشمس او 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 حمايه للشمس، كريم حمايه للشمس دي مهمه جدا. قول لنا بقى موضوع الواقي ده من الشمس، ده المفروض صن بلوك ده نحطه كل قد ايه؟ ده صن بلوك ده ليه انواع كتير. يبقى في شنطتي ده. لا، وليه انواع كتير برضه. البشره الدهنيه اللي هي صن بلوك اللي خاص بيها، في البشره الجافه المختلطه، مش كله لكل البشره، كل حاجه ليها. وفي بقى اثر بقى ان حد يعني اثر تعب، يعني ممكن يكون حد ارهاق، ما بتنامش كويس، حاله نفسيه، كل ده بياثر على وده اللي بيسبب الهاله السوداء. المسكرة والايلاينر لما بيكون ممكن حد كسل زي واحده كده على عارفه سواس زي كده، ممكن تنام ما تشيلش المكياج، ما تشيلش المسكرة والايلاينر كويس من على عينيها، وتنام بالليل وانت دايما كده كده المسام عندك بتفرز زيوت، تتفاعل مع المسكرة او الكحل او الايلاينر بتاعك، بيعمل دي اضعف منطقة عندنا. فبيعمل تفاعل ويفضل السواد ده يتفاعل وتاخدي برضه بيروح، بس بياخد فترة طويلة اول ما بيروح برضه. يعني المفروض ان انا انام وانا بشرتي صافية خالص، ما فيهاش اي حاجة من طبعًا من المكياج واي ولا كحل. بتشيل الاول مكياجك، ولا عشان ابقى نايمة وصاحية امورة ده انت هتبقي يعني شكلك افظع. بتشيل المكياج الاول، بتشيل المكياج كويس جدا بقطنة، وبعد كده بتغسلي وشك بمية باردة. تمام. وبعدين بتحطي اي كريم مرطب، وبعد كده بعد كريم مرطب مش بتنامي بيه، بتمسحيه وبعد كده تشطفي وشك بميه وبرد وتنامي. شفت الخطوات؟ طبعا. الخطوات دي مهمه جدا لكل بنات حواء. احنا النهارده حلقتنا يا جماعه مهمه جدا جدا، وكل بنات حواء بيسالوا الاسئله دي، فخلي بالكم من النقط المهمه جدا اللي مدام ابتسام بتقولها. انا كده عملت، احنا عملنا ايه كده؟ ده السكراب، انا عملت كده تقشير للبشره بالجهاز ده. تمام. ايه مالك؟ دي في ايدك، هنمسحه. طيب احنا معانا طبعا التنظيف بالبخار اللي هو قبل ما نشتغل بالجهاز ده، صح يا مدام ابتسام؟ ايوه. ده البخار. تمام. ده اساسي لازم. تمام. اي تنظيف بشره لازم الاول بخار. ده عشان ايه بقى؟ قول لنا كده. عشان يفتح المسام عندي ويطلع واقدر اطلع البثور السوداء واطلع الدهون اللي في عند النوس هنا. طب انا عندي في البيت مثلا اقدر ان انا اعمل البخار اللي انا شايفاه ده؟ واحط الماسك عادي؟ طبعا. يعني اعمله ازاي؟ حمامة ممكن احطه اتلسع؟ حمامه لا مش تلسع. ممكن حضرتك تحطي فوطه في الميكرويف تسخن، حطيه على وشك شويه بس مش تحرقيها يعني. يعني تبقى سخنه تاخد البخار. ممكن حمام ميه سخنه، ممكن ميه حاجه فيها وعاء فيه شويه ميه وندع صغيره من ملح ويطلع البخار، وتحطي وشك فيه شويه برده، بس ما تركزوش يعني بينك وبين البخار 30 سنتي. تمام. طيب احنا اتكلمنا عن ازاي نعالج الهالات السوداء، اذا كان لو وراثي نروح لدكتور، ولو بقى مش وراثي يعني مثلا من العوامل اللي حضرتك قلتيها. طيب. في ماسك ممكن اقدر ان انا احطه على الهالات السوداء دي؟ في ماسكات طبيعيه كتير، الخيار، الشاي الاخضر، الطماطم، كل ده يتحط تحت العين. ازاي؟ بص حضرتك، طرنشات الطماطم بتمتص السوداء تحت العين، نحط طرنشات على عينينا. الخيار. تمام. نعمله معجون كده؟ لا، ولا شرايح؟ شرايح. الطماطم، الخيار، ممكن حضرتك تحطي زبادي، شاي، بعد حاجه الشاي بعد حاجه تشربيه الباكت حطيه كترطيب تحت العين، يمنع الانتفاخات تحت العين، يقلل من السواد اللي تحت العين. الشاي الاخضر برضه. تمام.
الشاي الاخضر نشربه ونحطه، ايوه وتحط تحت حطه العين. على العين على طول كده يبرد، والباكت نفسه تمام. يبقى متسم. ايوه حبيبتي. قد ايه بقى؟ 10 دقايق، ربع ساعه. لمده قد ايه؟ كام ده مره؟ يوميا، كل ده يوم. يوميا. ده ما فيهاش قرض، ده حاجات كلها طبيعيه، ما فيهاش ماشي. اي ضرر. احنا كده احنا عملنا كده السكراب، عملنا عملنا السكراب. ايوه تمام. كم ماسك بقى بنحطه؟ بصي حضرتك، الجلسه بتاعت الناتوراج بتبقى من 60 دقيقة ل 90 دقيقة، ما بتبقاش أقل الجلسة. من كده. يعني مش وقت. أنا ممكن أقعد على الموبايل ال60 دقيقة دول، على فكرة المهم إن حضرتك أنا أروح. 90 دقيقة دول بيفرقوا معاكي جدا. لما حضرتك بتخلصي الماسك بتاعك، انت حضرتك بتحسي، حضرتك حسيتي أيوة بقى. أنا حسيت، أنا شفت بعيني. بيختلف اختلاف محدش قال لي. تمام تماما اختلاف تماما. انا اصريت يا جماعه ان انا مدام ابتسام النهارده تجيب الجهاز وتوريكم فعلا عملي على الشاشه، علشان انا شفت فعلا يعني الجهاز ده وهم. وبصراحه غير الجهاز كمان مدام ابتسام ما شاء الله عليها، هي بتديكي كده ايحاءات حلوه قوي، يعني تخليكي ان انت اموره دايما والموضوع بسيط وسهل كده يعني بصراحه انا حبيته الجهاز. بس يا سيدي، ده ايه بقى انت حضرتك ده حطيتي؟ التروسينيك. لا ده كريم لنضارة البشرة، تمام. علشان البشرة تشربه تستفيد بيه كنضارة. الالتروسينيك ده هو عبارة عن ذبذبات، المفروض ان برضو ده بيعمل، بيتسبع 10 دقايق ولا ايه؟ ايوه بيعمل زي تدليك للبشرة، بيساعد على ان المسام المفتحة لسه شوية بيخش فيها الكريم ده، بيغذي البشرة من جوه. تمام. لشد البشرة، للتجاعيد، للكسرات اللي عند النوس، عند الفم كده، الكسرات اللي عند القورة. ده فيت الالتراسونيك. المفروض ان انا الجهاز ده يعني انا يبقى عندي سني قد ايه عشان ابدا ان من انا بعد ال 14 سنة حضرتك تعملي الجلسات اللي حضرتك عايزاها، بعد سن 14 سنة. طبعا مناسب جدا لكبار السن، التجاعيد والحاجات دي كلها ده تمام. كده بيروح. طبعا. بس يا استاذه، النبضات اللي بتحصل دي ايوه فعلا. هي دي اللي بتعمل تدليك، تمام. زي مساج، زي مساج للبشره. مساج البشره. طب الجهاز ده ينفع مثلا على الايد بس ولا هو حضرتك البشره بس؟ شايفه؟ فعلا بتعمل ايوه نبضات جميله. نبضات. وقولي لي يا مدام ابتسام، ده ينفع على الايد برضو ولا لازم لا البشره؟ البشره، البشره البشره بس، بس. يعني ما ينفعش اروح ايدي عندها تجاعيد اقول لهم اعملوا لي لا ايه؟ طيب في حاجه مهمه قوي لكل بنات حواء بيعانوا منها، ويقول لك المسام الواسعه. تمام. ايه بقى قصه المسام الواسعه دي، وهل دي ليها سبب ان انا يبقى المسام عندي واسعه؟ المسام الواسعه دي دايما بيشتكي منها صحاب البشره الدهنيه والجافه، دايما دايما بتبقى المسام واسعه بسبب ان بتبقى في مسام وفي افرازات سامه بتطلع من البثور دي، بتتفاعل مع العوامل البيئيه، فبتعمل زي تراكمات وقت زي اشتغلي وانتي ميكروبات. ما خلاص انا كده خلاص خلصتها. كده الجلد ميكروبات. النبضات دي. تمام. دي اللي بتساعد بقى على ان المسام توسع بزياده. يعني احنا اللي ممكن نوسعها اكتر، طبعا. لكن هي دي حاجة طبيعية اصلا في البشرة. بس ليها علاج بقى، ليها علاجها علاج. بقى. علاج ماسكات. حضرتك بقول لك حضرتك تهتمي بالبشره 3 مرات في اليوم، تشطفي وشك بميه بارده، يتحط عليها كمادات الموارد تقفل المسام. ماسكات بقى اللي هي الماسكات قولوا لنا الطبيعيه، ماسك بقى لبنات حواء، الماسك، ماسكو الماسك الطبيعي للبشره الدهنيه. اول المسام حاجه، الواسعه. اول حاجه ده اساسي اساسي، الخميره. الخميره، الخميره البيره اللي احنا مع العسل. بنجيبها من الفرن. ايوه مع العسل. العسل ده مضاد حيوي على فكره، اكبر مضاد حيوي العسل. للبشره العسل. بيتحط معلقتين عسل على معلقه واحده خميره وشويه ميه صغيرين، ويتقلبوا على بعض ويتحطوا على البشره ده لمده للمسامات الواسعة. 25 دقيقه 25 تمام. دقيقه ماسك طبيعي يا جماعه، خميره كبيره عاديه جدا، وعسل حاجه يعني فوق الرائعه ان انت تحطيها على بشرتك. قد ايه يا مدام ابتسام؟ 25 دقيقه 25 دقيقه ونغسله لما بميه يكون دافيه بقى، المسام واسع جدا. ميه دافيه ولا لا ميه فاتره؟ بارده ميه بارده. بارده. طب الماسك ده لكل انواع البشره ولا البشرة البشره الدهنية، معينه؟
للبشره الدهنيه بس. الدهنيه البشره الدهنيه والمختلطه مع مكونات الماسك يا جماعه، عسل ابيض طبيعي وخميره. فيها يعني مثلا من ده معلقه وده معلقه ولا هي معلقه خميره واحده ومعاها معلقتين عسل. العسل بيتذوب بشويه ميه دافيه عشان خاطر يبقى سائل، اما تحط في الميكرويف شويه بحيث يسيل شويه وتحط عليه شويه ميه صغيرين وتقلبه على بعض تحطه على بشرتك. عايز تحط اضافات ممكن تحط معلقه زبادي واحده تتحط عليه او حبه صغيرين من لبن البودر بس كميه صغيره برضو خالص. يعني عسل ابيض، خميره بيره، لبن بودر حبه صغيرين، ده للمسامات الواسعه، نص معلقه صغيره للبشره الدهنيه. طب لو مش البشره الدهنيه في بقى عندنا البشره بصي احنا النهارده لازم نطلع كل الخبره. البشره الجافه، البشره الجافه جميله ليها الكركم زي ما بقول لحضرتك كده. احنا قلنا قبل الكركم والافوكادو، ثمره الافوكادو للبشره الجافه جميله جدا. القشر بتاعه اقوى كمان من نفس الثمره. يعني قشر الافوكادو لو حضرتك خدتيه لوحده من غير ما تاخدي الثمره نفسها وندعك بيه الوش كويس قوي 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 كتدليك، الاول حركات دائريه كده، بعد كده من تحت لفوق تبش الدوره الدمويه بيها، وعند النوز كده بتلاقي احسن. واسيبه ولا امسحه بعديها؟ بتسيبه 10 دقائق وتشطف عشان ميه بارده من غير ما تحط عليه كمان اي اضافات. الافوكادو ثمره جميله جدا والله، سبحان الله جميله جدا. والبشره الجافه ده علاجها جميل 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 للمسامات الواسعه. قشر الافوكادو لتاني نقول تاني، قشر الافوكادو تقشريه وتدعكي بيه بشرتك كويس جدا، كل البشره للمسام الواسعه. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا البشره ايه تاني؟ المختلطه بتبقى زيها زي الدهنيه بس بيبقى فيها هي بتبقى تركيبه بين الجافه وبين الدهنيه، فبيبقى ليها برضو اكتريه الماسك بتاع البشره المختلطه بيبقى زبادي وعسل ومعايا شويه اضافات بسيطه زي مثلا زيت اللافندر، نقطه صغيره من زيت اللافندر ده جميل جدا. المختلطه اللوز المقشر، عارف حضرتك اللوز بتاع رمضان ده بيتطحن بياخد منه معلقه بودر، والله جميل جدا برضو. للبشره المختلطه المسام الواسعه لوز مقشر تمام، بودره بقى طبعا صح؟ معلقه صغيره ومعلقه ايه؟ تاني معلقه لوز مقشر تمام وانت لخبطتيني على زبادي معلقه لوز مقشر والزبادي وشويه عسل صغيرين، ده ماسك جميل. ممكن معلقه الزبادي مع اللوز المقشر مع بس لوحده من غير العسل ده لوحده ماسك اكنه سكراب تمام. واسيبه قد ايه؟ بتسيبيه لمده من 10 دقائق ل 15 دقيقه. هو اصلا البشره بتاخد الفايده اللي هي عايزاها في 3 4 دقائق بس، احنا بنسيبه شويه ليه؟ بحيث يتغذى اكتر. تمام يتغذى اكتر. احنا عملنا اللي هو اخر حاجه اللي هي بتاع النبضات دي تمام وايه تاني؟ فاضل بقى الليزر. الليزر ده عشان يقفل المسام اللي انا فتحتها بالبخار تمام. وبعد ما عملت الالتروسونيك المساج اللي انا عملته ده اللي هو الالتروسونيك اللي شفتيه بيبقى فيه مسام لسه مفتحه شويه صغيره، بروح مشغله الليزر اللي هو ده عشان اقفل المسام بتاعت البشره كلها. لوحده كده ولا بيبقى بماسك برضو؟ لا لوحده. ده لوحده تمام، لما ما فيهوش اي حاجه يا جماعه الليزر ده، ما حدش يخاف منه. لا ما فيهوش اي حاجه خالص كده اهو، مفيش اي حاجه، هو ما هو بس صوت لكن هو ما بيهزش ولا بيعمل اي مشكله، عشان بس ممكن ناس تقول لك انا خايف لا 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 لا، وفي ده ممكن تتحكم فيه كمان يعني، ده كده واطي جدا يعني كده اقل درجه في درجات بتبقى عاليه اكتر من كده لما تكون البشره محتاجه. طيب ما دام ابتسام مثلا انا عروسه يعني، انا لو انا جيت لحضرتك المفروض ان انا بعمل الماسكات اللي حضرتك قلتها لنا دي، ولا بيبقى ليها برنامج معين للعروسه للتجهيزات؟ ده في برنامج معين للعروسه، لان تبقى العروسه اصلا في عندها بشرتها كلها مرهقه لانها من كتر ما بتقعد بالتجهيزات على جوازها وكده، فغير بقى عكس اللي هو احنا بنعمله اللي هو تكيس الحمام المغربي وكده، ده بقى هو يوم. لكن هي قبلها بنكون احنا مجهزينها قبلها باسابيع، يبقى عندها اماكن داكنه لازم لها ماسكات، يبقى عندها هلاك سودا. لسه هنتكلم عنها اماكن الداكنه دي مشكله المشاكل. انا بقول لحضرتك كل بنات في تجهيزات مستنيين موضوع الاماكن الداكنه دي.
طيب يعني المفروض ان العروسه بتيجي لحضرتك قبليها مثلا باسبوع ان انت بتحضريها، بتعملي لها ماسكات، بتعملي لها الجهاز الحلو ده. تمام. طيب خلينا بقى نرجع تاني للاماكن الداكنه. دي برضو ليها ماسكات، لان برضو بتلاقي كل بنات حواء مستنيين السؤال ده، مهم جدا. كله يقول لك انا عندي اماكن داكنه، حتى لو في البشره يعني. ده بيبقى ليه ماسك معين، او ولا المفروض ان انا اروح لدكتور ولا اعمل ايه؟ بص حضرتك، في اماكن داكنه استحاله ليها العلاج، والنادي تبقى دي اثر سنين طويله قديمه، هي عملتها. ممكن تروح بقى لدكتور جلديه. سببها ايه طيب؟ هقول لحضرتك سببها احتكاك الفخذين، او يعني بتعرض كتير للشمس بطريقه يعني فترات طويله واهملت ده برضو. في اوقات في التصبغات وعدم لبس البوليستر برضو، مفيش ملابس قطنيه، فبتلبس بوليستر، فالبوليستر ما بيخليش الجسم لما بيجي يعرق ما بيمتصش العرق. فكل ده بيعمل التصبغات وبيعمل الهالات السوداء وبيعمل اماكن الدكنه وكده. لما بتكون اماكن دكنه بسيطه بتعمل لها اللي هو ماسك الترمس، ده اساسي. أيوة، ده ماسك مهم جدا. ايوه الترمس مع الموارد وزيت اللافندر. زيت اللافندر ده اصلا بيفتح لوحده حتى من غير ما تحطي عليه اي اضافات. زيت اللافندر ده موجود عند العطارين كتير يعني. المفروض ان انا اقول لنا كده الماسك تاني. زيت اللافندر، الترمس، بترمس مطحون. ايوه بيتحط عليه شويه ميه صغيرين، ويتحط عليه كوبايه زبادي، ده ماسك. وفي ماسك تاني برضه بنعمله الحنه البيضاء، بنحط عليها برضه لبن بودر معلقه ومعاه شويه ميه، وبرضه لازم معلقه اللافندر، زيت اللافندر، عشان يدي نعومه، وده زي السكراب وبيدي بياض للجسم. طيب ليه كده؟ احنا لسه ما خدناش شويه حاجات. طيب عايزين برضو حاجة مهمة جدا، الحبوب. ماسك سريع جدا للحبوب، بس في معلومة مهمة جدا برضو عايزين نقولها ده كولاجين. وده ايه؟ ده كولاجين بيتحط على البشرة عشان ده بعد الماسك خالص ما بيخلص، بعد الليزر. ده الكولاجين. بعد اللي خلاص انا كده قفلت المسام، دي كده مادة كولاجين. بس ده كده بتعمليه بس كده على البشره وخلاص. ايوه. لكن هتحط ماسك تاني؟ لا خلاص. الماسك الجهاز ده لازم بتقعدي 90 دقيقه. بتفضل الماسكات، انا طبعا مجهزه دنيا من امبارح بالماسكات دي. تمام. طيب الحبوب بقى برضو مشكله لبنات حواء. احنا الحبوب دي المفروض ان انا اعرف الحبوب دي حبايه شباب اللي هو الحبوب الشباب، ولا الحبوب العاديه اللي ممكن تروح بماسكات عاديه؟ حب الشباب يبان، الماسكات العاديه يبان. بصي حضرتك، حب الشباب بيبقى اثره سن البلوغ عند البنات او عند الشباب. الحبوب الثانيه اللي هي بتطلع بقى اللي هي فيها زي خراريج بسيطه صغيره دي بتبقى اثر بقى ماكولات اللي هي التكاوي، الزيوت المهدرجه، التعرض للشمس، اكل الشوكولاته كتير. كل الحاجات دي بتعمل الحبوب الكتير قوي اللي فيها بثور. ده برضو بتزود عند البشره الدهنيه اكتر. طبعا. طب ماسك سريع برضو للحبوب. ماسك سريع للحبوب الخميره على الحبايه. خميره بس كده؟ لا، ما لازم تحل شويه ميه صغيرين. شويه ميه صغيرين وتحط على الحبايه، وكمان الحلبه المطحونه للحبوب لحب الشباب. حتى في دكاتره بيوصفوا بيها، دكاتره الجلديه بيوصفوا بالحلبه المطحونه تتحط على الحبايه. تمام. يعني بتمتص اي دهون، تمتص اي دهون عليها وتخلي الحبايه تعمل، حتى ما بتلعبش فيها، هي تلاقيها ثاني يوم هي بتنطر لوحدها. تمام. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا، وطبعا احنا مع بعض حلقات وحلقات كتير هنقول كل لبنات حواء خبره حضرتك في مجال الشعر والبشره. واحنا بنشكر حضرتك جدا النهارده، وبنشكر الموديل الجميله دنيا ما شاء الله، وشها جميل جدا ما شاء الله. بنشكرك جدا جدا. كان معانا مدام ابتسام سامي، خبيره العنايه بالشعر والبشره. بشكر حضرتك لتاني مرة، وإن شاء الله المرة الجاية بقى نكمل
موضوع البشره او نكمل موضوع ان شاء الشعر، الله ان حضرتك شاء الله. معانا على طول. ميرسي يا حبيبتي، تشرف لينا. اشرف لينا يا فندم. بشكركم جدا واشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله وموضوع جديد. اقول لكم مع السلامه، باي باي.